مبروك لكل جماهير الاهلي، يعني الوصول هنا لنهائي دوري ابطال افريقيا بنتكلم للمره الا 14 في التاريخ. كانت مباراه حقيقي، كانت مباراه ممتعه جدا، فزنا على فريق الترجي التونسي بهنا بثلاث اهداف بالامس، كانوا نظيفين في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وكده نقدر نقول بقى المجموع بقى 4-0. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا حاجة كانت جميلة جدا جدا، ولازم نهني الأهلي واللاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، يعني كابتن بيبو، كل الناس اللي كانت موجودة وكل الناس اللي بتتعب حقيقي. يعني الأهلي فعلا عنوان للسعادة ودايما مصدر الفرحة لينا زي ما احنا بنتكلم، ولا غيره يفرحنا. ايوه ولا غيره يفرحنا، هنغني احنا دخل. ايوه طبعا، مليون مبروك لكل حضراتكم، مليون مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره وجهازه الفني والاداري. مباراه كانت رائعه وحاسمه بالمعنى الحرفي للكلمه. بعد الجول الاول الامور صعبت كتير على الترجي التونسي، بعد الجول الثاني الموضوع بقى اصعب واصعب، الثالث بقى كان القضيه بالمعنى الحرفي. طبعا اصرار على تحقيق الفوز والوصول الى نهائي البطوله الافريقيه، اداء ممتاز من كل اللاعبين، روح قتاليه عاليه جدا، ودايما لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، ودي حاجه ملحوظه جدا جدا جدا، دايما هدفهم ان هم يوصلوا بينا للنهائيات والفوز بالبطولات، ولا شيء غير الفوز والتتويج بالبطولات. بكده طبعا النادي الاهلي هيواجه في النهائي كايزر تشيفز الجنوب افريقي اللي فاز على الوداد المغربي بمجموع اهداف المباراتين بنتيجه 1-0، وان شاء الله ان شاء الله العشرة هتكون اهلاويه. المباراة بتاعت الوداد وكايزر تشيفز برضه لو انت تابعتها كريم كانت مباراة حلوة بصراحة. الوداد لعب حلو جدا على فكرة، وده اللي كان غريب، بس احنا لو هنتكلم من منطلق الاهلي، يمكن برضه ضيوفنا اللي كانوا موجودين لما طرحنا عليهم السؤال هنا، تحب النهائي يبقى او بتفضل النهائي يبقى مين؟ الوداد، فالكل كان اجمع ان اكيد كايزر تشيفز، فان شاء الله برضه تبقى مباراة قوية ونشوف يعني لعب حلو واكيد يكلل بفوز الاهلي. احنا بنتكلم في مباراة امس، سجل اهداف الاهلي علي معلول كان تحديدا في الدقيقه 38 من ركله جزاء صحيحه احتسبت لصالح طاهر محمد طاهر، كانت حلوه جدا بصراحه. محمد شريف كمان في الدقيقه 56 تحديدا، ده كان الهدف الثاني من تمريره ساحره من محمد مجدي قفشه امبارح. يا كريم قفشه كان اكثر من رائع، يعني مفايق ورايق ولذيذ وبيوزع تمام، وتمريرات 100% وحاجه جميله. قفشه حقيقي يعني لعبه او تمريره سحريه، لان هو كان اكثر من رائع امبارح في المباراه تحديدا. صحيح. كمان لو هنتكلم بعد كده برضو تمريره سحريه اكتر هنقول لقفشه اللي كانت في الدقيقه تحديدا 62 لحسين بقى هنا الشحات، واللي سجل منها الهدف الثالث. مباراه كانت قويه مع محاولات هجوميه مستمره بتهيألي كلنا لاحظنا من الاهلي، ترجمت لثلاثه اهداف عشان نصعد بقى للمباراه النهائيه. كل التوفيق للفريق باذن الله.